يا سوني سولش قد صاحت بالقطار وقاعد انتظر اوصل للمدينة. اي طبعا لوني شدت بدراسة بس كملت الدراسة مالتي. بس شنو هاي وقف القطار يمكن احنا وصلنا. يلا خل اطلع على السريع وخل اشوف. يا سوني وصلت وياتها القرية مالتنا بو. هسه خلينا نروح ارجع للبيت مالتنا وراح اشوف امي. يا سوني كل شوي ما شايفه. يلا خل اروح على السريع بو. يا سوني تقربت للمنطقة مالتنا. ايوه هذا الشارع واو. بس هاي شنو واو هاي المنطقة مالتنا كلها متغيرة وصايرة احلى بعادي. بس انا صار ليش قد عايش في المنطقة؟ صار لي تقريبا 4 سنوات وكملت دراستي وهسه انا راجع. يلا هسه خل اروح اشوف امي اكيد هسه كلش مشتاقت لي. يلا خل اروح على السريع. يا سوني وصلت للبيت وهيات هذا بيتنا وبعد بيتنا احلى بيت بالمنطقه. يلا اوكي خلي اشوف امي هسه اكيد راح تتفاجئ وتشوف ان انا رجعت. يلا خلي ادق الباب على السريع. افتح الباب افتح الباب. نعم جيت. شنو؟ نعم تفضل. مرحبا. اهلا انا رجعت للبيت مالتنا. بس انت شو سوي انت تشتغلين بالبيت مالتنا مو صحيح؟ شنو البيت مالكم؟ لا مستحيل انا هنا اصلا بيتي. رحتي ما انتبهتي بالعنوان. شنو هذا البيت مالتك؟ اي طبعا هذا بيتي. لا مستحيل. شلون البيت هذا مالتك؟ هذا البيت مالتنا. لا انا هذا البيت مالتي وانا اشتريت اصلي كل شوية. شنو البيت مالتك؟ لا مستحيل انا البيت ساكنه بيومي وانا رجعت وراح اشوفه. لا هسه تقولي لي انت شو وقت اشتريتي هذا البيت؟ شنو صلي كل شوية واذا ما متاكد هسه راح اجيب لك الورقه اللي تثبت انه هذا البيت مالتي. هسه اجيب لك اياها. شنو ايش قاعد تحكي هالبنيه؟ تقولي لي مشتري البيت؟ لا مستحيل انا اعرف ان امي بعد ساكنه بهذا البيت. ايش راح اسوي سوني؟ شوف اسمعني. نعم. الورقه حتى لا تتاكد. شوف انه هذا مكتوب موجود البيت مالتي يعني مو بيتك. شنو هاش مكتوب بالورقة؟ اي صحيح هذا مكتوب انه من البيت مو لنا. هذا البيت مكتوب باسم رانيا. هاي انت رانيا؟ اي طبعا انا رانيا. يلا اعطيني ورقة على السريع. شنو؟ لا مستحيل. زين وين راح اروح؟ زين امي وين راحت؟ زين اقول لك ممكن تساعديني انا امي اللي كانت ساكنة بالبيت وين راحت؟ ما ادري اسال احتمال انت متهي العنوان بس انا هذا بيتي. يلا راح اروح. شنو هاش قاعد تحكي هالبنية؟ زين وين راح اروح اني؟ انا رجعت للبيت مالتنا وتقول لي انه هذا البيت صار مالته. زين شو اسوي ثاني؟ يباني حتى فلوس ما عندي صرفت كل فلوسي. زين شو اسوي؟ لا مستحيل. بس انا احسن شيء خلي اسال الجاري. اي طبعا خل اروح الجار واسالهم. يا بس انا خل اطلع وبس انا كل الضاجه هذا وقت يجي بس انا توقعت انه ما راح يجي. ايش راح اسوي؟ بس لا مستحيل يقدر يسوي لي شيء. يلا بس خل ادخل البيت. يا سوني وصلت البيت جارنا. افتح الباب افتح الباب. اهلا هاي منو جيجي؟ اهلا جيجي. اهلا عمو انت شلونك؟ انا زين بس ابني هاي شنو رجعت المنطقه؟ اي عمو ساني رجعت المنطقه بس عمو انت ما تعرف ساني رحت للبيت مالتنا ولقيت بنيه ساكنه بالبيت وتقول انا مشتري البيت من عندكم. شنو؟ هاي صحيح ابني انت ما تعرف ان امك باعت البيت صار لها قد واشترت هاي ابني اسمه رانيا. شنو؟ هاي رانيا اشترت بيتنا. زين عمو على حد امي وين راحت؟ ابني ما اعرف امك وين راحت بس اذا تريد يعني اسال بعد بقيه الجوارين احتمال ما يعرفون. اوكي حد خلي اروح اسال بقيه الجوارين. يلا خلي اروح. شنو؟ لا مستحيل هاي جيجي رجع للمنطقه بس انا ما كنت متوقع راح يجي. بس انا شلون راح اقدر اساعده؟ لا مستحيل اقدر اساعده. يلا خلي اروح اقعد. يا سوني صوت الجارنا الثاني. افتح الباب افتح الباب. نعم جيت. مرحبا خاله. جيجي اهلا بجيجي شلونك؟ انا زين خاله. انت رجعت؟ انا خلاص توني رجعت بس خاله انا كلش متفاجئ لان رجعت البيت مالتنا ولقيت بنيه اسمها رانيا تقول مشتري البيت من عندنا. اي صحيح ابني انا يوم سمعت قالوا بنيه اخذت هذا البيت اسمها رانيا وامك قطعت من البيت لين باعته. شنو باعت البيت؟ طبعا ابني. زين اقول لك خاله ما تعرفين ان هي وين راحت؟ لا ابني انا كلش ما اعرف انا بس سمعت من الناس وكل شيء ما اعرف بعد. انت ما تعرفين؟ زين شو راح اسوي سوني؟ زين انا حتى ما عندي فلوس وما عندي بيت راح اظل بيه. شوف ابني اذا انت محتاج مساعده اوكي انا راح اعطيك اكل اذا تحتاج اكل. اكل اوكي خلاص انا كلش جوعان جيب لي صمونه. يلا اوكي هسه راح اجيب لك صمون وجيب لك تفاح حتى يفيدك. يلا خل اروح. اوكي. يا سنة وصلت ابني شوف نعم لك هذا التفاح وجبت لك الصمون اكيد راح يفيدك اوكي ابني. اوكي لحد يلا ثاني خل اروح. بس هو ثاني ايش راح اسوي؟ هسه الجارين يقولون صحيح ان البيت مالتنا مبيوع. زين ايش اسوي؟ انا ما عندي مكان انام بي بس لا اوكي خل اروح اشوف لي مكان واقعد بي. يلا خل اروح على السريع. انا كلش ما اقرا على جيجي لما قدرت اساعده بس شو اسوي؟ انا كلش ما اقدر اسوي بس لا انا زين سويت اعطيته اكل خطي يمكن جوعان بس ايش راح اسوي؟ خل اروح انا.
ياسا صار الليل، بس هو هالدنيا كلش باردة، حتى ممكن يجوني وحوش، بس أنا شو أسوي؟ أنا ما عندي مكان ثاني أروح له، يلا خل ظل جوا الشجرة، حتى صاني كلش جعد، أوكي عندي هاي الصمونة، يلا خل آكل الصمونة على السريع، أوكي أوكي، سكر الصمونة، خل آكل بعد تفاحة، إيش أسوي؟ خل أظل هنا لحد ما يجي الصبح، ولازم أشوف لي حل، يلا خل أنتظر. يلا خل اطلع، بس مو اليوم الجو كلش حلو. اي طبعا حتى هذا جيجي متاكد راح لما لقى بيتي بقبي واكيد طلع من هالمدينه. يلا يلا خل اروح. بس ها شنو؟ لا مستحيل، هذا جيجي قاعد جوا شجره. اوه انا توقعت خلص من عنده، بس لا اوكي انا اعرف ايش راح اسوي. يلا خل اروح احكي وياه. يلا خل اروح. جيجي ايش عندك هنا جوا الشجره؟ يعني ما عندك مكان ثاني تروح له؟ بس تبقى بالشارع. هاي صحيح هاي جه الصبح، بس انتي تعرفين انه انا ما عندي مكان ثاني اروح له، وانتي مشتري البيت مالتنا، ولهذا ظليت هنا نايم بالشارع. يعني قصدك انه انت فقير وما عندك اي مكان تروح له ثاني. اي صحيح، انا فلوس اللي عندي كلها خلصت. بس شوف هسه فكرت راح اساعدك، انت تعرف انت خطتي انقهرت عليك. يعني انت راح تساعديني وراح ارجع للبيت مالتنا؟ شنو؟ لا لا مستحيل، لا تفكر انه ابد ترجع البيت. شنو؟ البيت مالتي اوكي. لا 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 زين، حد وين راح اروح انا؟ شوف اسمعني زين، انا راح اخليك توعد البيت، بس هو بيت ديرتني عندي وبس بشرط. شرط؟ اوكي اوكي ما يخالفوني، موافق. انه تهتم بالحديقه مالته وتسوي له حديقه كلش حلوه وتزرع بيها زرع كلش هوايه، واذا سويت هذا الشيء انا راح اوافق. اعتني بالحديقه مالته؟ اوكي اوكي انا موافق، بس على العموم خليني اقعد البيت، لان البارحه انا ظليت وكلش بردت بالشارع انا. يلا اوكي، لعبت على وراي خديك على البيت. اوكي شوف هذا بيت الديرت الصغير، هو هذا راح تسكن بيه. اوكي اوكي هذا شوف الحديقه، الحديقه مالته ارضك كلها تحرثها وتزرعها وتحط زرع كلش هوايه. هي كل زين، يعني انا راح اعتني بالحديقه وراح اظل هنا بهذا البيت. مو بس شوف دير بالك اسمعني زين. نعم. دير بالك تبقى نايم وعش تسوي، لازم من الصبح تطلع تشتغل بالحديقه، فهمتني؟ اوكي اوكي مو انا موافق، راح اقعد من الصبح اشتغل، بس انت راح تعطيني هذا البيت وراح اظل بيه كل شوي، مو صحيح؟ شنو؟ لا لا ما اعرف، افكر بالموضوع، انا ما مقرره بعدني، بس انا قررت عليك وراح اساعدك، بس شوف اسمعني زين. نعم. صندوق بهذا البيت بيكون انواع البذور، بيكون انواع الزرع، ورد تستخدمه وتسوي هذه الحديقه، اوكي؟ اوكي اوكي، لا يلا ما يخالف، هسه انا حاخذ كل الاغراض اللي احتاجها وراح اشتغل. يلا اوكي، لا هسه انا راح اروح، بس دير بالك تقعد هسه بالبيت، اردك من هسه تشتغل، اوكي؟ اوكي اوكي، لا يلا خليني اروح انا على الصندوق واخذ الاغراض اللي احتاجها واجي اشتغل، يلا خليني اروح. اي هسه انا عثرت على جيجي بسهوله، اي طبعا، وحتى طيت هذا البيت بحجة انه انا ساعدته، بس هو ما يعرف انه هذا من ضمن الخطه مالتي، حتى تخلص من عنده. يلا شو راح اسوي سوني؟ خليني اروح البيت، يلا خليني استعجل. اي يلا سوني خل ادخل هذا البيت، خل اشوف باب مفتوحه، اي يس كل زين، واخيرا انا صار عندي بيت وراح اقدر انام هنا وما راح انام بالشارع. بس خطي يا روني، هالمشتري بيتنا ساعدتني وخلتني اقعد هنا، اي طبعا لحد ما ابحث ولازم اوصل لامي، اكيد لازم اوصل لها، بس انا شو اسوي؟ انا ما عندي فلوس ما اقدر اروح وراها، بس ها اوكي هسه خلي اشتغل واحرث الارض وراها اشوف لي شغل حتى اشتغل يصير عندي فلوس. يلا اوكي هذا شو اسوي؟ ها اوكي خل اخذ هالغراض، اوكي اخذ البوتيته وراح اخذ الجزار واخذ حتى السيد، اي طبعا اوكي اخذ الغراض حتى اروح ازرع حديقي. يلا خل اروح السريع. يا سوني جيت الحديقه، بس لازم ازرع هاي الحديقه كلها، بس انا اصلا ما اعرف ازرعها، بس ما اعرف شو راح اسوي، بس يلا خل احاول، هسه بدايه لازم احفر واخلي مكان للمي وراح احرث الارض، يلا خل اشتغل على السريع. ها اوكي وين احفر؟ ها خل احفر هنا، يلا خل احفر هنا واكسر بعد هنا، اي طبعا هذا لازم اخلي المكان كله للمي، اوكي حتى اخلي هنا مي وحوله يكون الزراعي. يلا اوكي خلي بحثني، ها اوكي هنا، يلا خل احفر بعد. يا سوني كملت وحفرت هاي الارض وراح اخلي مي حتى وراء احرث الارض وابدي ازرعها. وسهل الزرع يا عمي يراد لي شيء. يلا اوكي شو اسوي؟ سخلي هنا مي وبعدها ما اجيب مي، عندي مي تقريبا يعني يكفي، اوكي خلي بعد مي هنا، يلا خلي اكمل واخلي له كله مي. يا سوني كملت وخليت مي للمزرعه، يلا اوكي سخل احرثه حتى وراء ازرعها، يلا خلي احرث على السريع حتى ما تاخر. يلا اوكي يعني خطي هاي البنيه روني ساعدتني وخلتني اسكن بهذا المكان، لان البارحه كلش خفت حتى ظليت بالبرد وقوه تحملت، بس يلا اوكي هسه راح احرثه حتى تسمح لي اظل بهذا البيت. يلا خلي اشتغل على السريع. ايه سام قربت لهذا الشخص، ماكو بس هذا الشخص اللي راح يساعدني. اي طبعا حتى جبت وياه شقد دايموند، قلت شقد ما يطلب دايموند عندي راح اعطيه، بس اهم شيء اني خلصت من جيجي. ايه سام قربت، يلا خلي اروح ادق الباب عليه، يلا خلي اروح. يا سوني تريد كملت، واليوم لازم انفذ مهمات، يعني عندي مهمات كل شويه، اي طبعا حتى اربح فلوس. افتح الباب افتح الباب. ميجي خليني اشوف على السريع. اهلا اهلا تفضلي. شوف اسمعني زين. نعم. جيت عليك حتى تنفذ ذي المهمه، راح اعطيك دايموند كل شويه، يعني ايش قد ما تطلب دايموند انا راح اعطيك.
عندك مهمة؟ اوكي اوكي تعالي على السريع. يلا اوكي جد. ايش المهمة اللي تريديها؟ شوف اسمعني زين، هذا كل شخص نام من المدينة مالتي، اريدك تتخلص من عنده، اريد اروح بغير المنطقة، وما اريد بعد ابدا اشوفه. وكل شخص بالمنطقة، زين من هذا الشخص؟ يا صراحة اعطيك العنوان واعطيه حتى اسم هذا الشخص، هو اسمه جيجي. ها اسمه جيجي؟ طبعا. اوكي اوكي، زين ايش تريدين اسوي له؟ اريدك تتخلص من عنده، اريد اوديه مكان كلش بعيد، وبعد ابد ما اريد اشوفه. اوكي اوكي، بس قد راح تنطيني دايموند؟ ايش قد ما تريد؟ راح اعطيك، وراح اعطيك دايموند كل شوية. تعطيني دايموند كل شوية؟ طبعا. اوكي اوكي، لحد انا اليوم اوعدك انه بالليل راح اتخلص من عنده. هاي كل زين. يلا عاد راح اروح، اريدك تنفذ المهمة على السريع، اوكي؟ اوكي اوكي. يلا يلا خليني اروح. يا سوني كملت وزرعت هاي الحديقة كلها مثل ما هي رادت رانيا لخطية، رانيا ساعدتني ولازم أنا أنفذ اللي هي تقول لي عليه. يلا أوكي شو أسوي؟ ها أوكي هسا لازم أطلع وأبحث عن شغل لما يصير أظل قاعد. يا طبعا لازم يصير عندي فلوس وراها أروح وأبحث عن أمي وأرد أشوف وين راحت. يلا خلينا نروح السريع. يا سوني وصلت الأسواق، يلا خلينا أشتري من عنده. مرحبا عمو. أهلا أهلا جيجي، ها شنو أنت رجعت للمنطقة؟ ها يا عمو أنت ما تعرف أنا رجعت البارحة للمنطقة، بس عمو أنا رجعت ولقيت إن أمي بايعة البيت وأنا حتى ما ظل لي مكان أنام بي. شنو ابني؟ هاي صحيح أنت أمك صار تقريبا كم يوم مختفية ما نعرف عنها. شنو؟ صار كم يوم؟ لا 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 مستحيل، لحد أنا هاي راني اللي اشترت البيت تقول لي إن أمك صار لها وايد من باعت البيت. شنو ابني؟ أمك بايعة البيت وبس أنا ما أعرف أنا بالمواضيع. أوكي عمو، بس عمو أرجوك ساعدني أنا لازم ألقى شغل. شنو تريد شغل جيجي؟ ثاني شي جيجي أنتوا كلش أغنياء وأنتوا الوحيدين اللي عندكم بيت دايموند، شو تسوي بالشغل؟ لا لا عمو أنت ما تعرف، إحنا ثاني حاليا ما عندي فلوس وأنا كلش هسه فقير. أوكي أوكي جيجي، لحد هسه أنا راح أبحث لك عن شغل، بس أنت همين لا ظل قاعد، حاول أنت تفتر وتبحث عن شغل. اوكي اوكي عمو، لحد هسه راح اروح اسال غيرك وخلي اشوف بالكلكة شغل اليوم، يلا خلي اروح. خطيه جيجي جاي يبحث عن شغل، بس هو جيجي كلش غني، ليش هيك دا يبحث عن شغل؟ انا ما اعرف، بس ثاني شي يقول ان امه صار لها هواي بايع البيت، بس هذا مستحيل، انا قبل كم يوم شفت امه وجت اشترت من عندي، زين معقوله يعني صار شي؟ بس انا ما اعرف بهاي الامور، بس يلا على العموم انا راح ابحث جيجي عن شغل. يا سجل ليل، وانا كلبت هذا الشخص بامي انه يتخلص من جيجي، وبعد ما اتخلص من جيجي اتخلص من امي. اي طبعا لهاي امه كلش مضوجتني، لازم اتخلص من عندها، وذول الجواري مستحيل احد راح يقدر يشتكي علي، لان كلهم يخافون من عندي، وهذا البيت الدايموند راح يبقى لي. يا ساني وصلت، هو هذا المكان الموجود به هذا الشخص اسمه جيجي، هسه انا لازم اخذه واوديه المكان كلش بعيد، حتى بعد مستحيل يرجع هنا. يلا خلينا ندخل على السريع. يس انا راح ارجع للبيت، بس انا اليوم ايش قد تعبت وافتريت كل المنطقة وبحثت عن شغل، بس كلهم قالوا لي راح نبحث وراح نعطيك خبر، بس ان شاء الله يلقوا لي شغلي طبعا. بس هاي شنو؟ هاي ايش قاعد اشوفاني؟ هاي من ذاك الشخص؟ لا مستحيل اوكي خليني اختلنه، خليني اختبئ واشوف شنو هذا؟ زين ايش يجي؟ هاي فاتح الباب مالتي، بس هذا شكله مثل المجرمين، يا معقول يريد شيء من عندي؟ بس لا اوكي خليني اختبئ هنا واسمع ايش قاعد يحكي. يا صار دخلت البيت وبحثت عنه ما قاعد ألقى هذا الشخص جيجي، بس أنا رانيا كلفتني مهمة ولازم أتخلص من عنده، وإذا تخلصت راح تنطيني فلوس كل شوي. يلا بس هسه اليوم ما لقيته أجي بعدين، يلا خلي أروح. شنو؟ شنو سمعت أنا؟ لا 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 مستحيل، سمعت هذا الشخص يقول أنا جيت حتى أتخلص من جيجي لأن رانيا مكلفته بهاي المهمة وراح تنطي دايموند كل شوي. بس شنو؟ زين رانيا ليش هيك تسوي بيا؟ زين هي ساعدتني وطتني البيت. بس معقولة لأني قاعد بالبيت وضاجت من عندي؟ بس ترى مستحيل مو هذا السبب، بس ترى أنا لازم أوكي أنا لازم أحقق وأرد أعرف شنو هذا السبب. إي طبعا لازم أحقق، يلا خليني أروح. يس انا اخذت كل اغراضي، بس انا بعد مستحيل ابقى بهذا البيت، يس انا سمعت هذا الشخص المجرم يقول انه راني مكلفته بمهمه انه يتخلص من عندي، زين شو اسوي هوني؟ لا لا لازم اروح على السريع واروح لراني واحقق وياه. اي طبعا خليني اروح على السريع. يس انا وصلت البيت رانيا، بس انا ما اعرف رانيا موجوده بالبيت او لا، بس اوكي خليني اجي منها وبوع زين على البيت. يلا سوني خليني اروح اعطي اكل، يس راح يوم كامل بدون اكل، يلا خليني افتح الباب. شنو؟ ايش قاعد تحكي؟ انه صار لي يوم كامل بدون اكل، لا لا اوكي خليني بوع عليه. إيه بس خلي افتح المخبأ السري مورتي. إيه طبعا بعد ما تخلص من جيجي راح اتخلص من عنده. يلا خلي انزل على السريع واعطيه اكل. لا 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 مستحيل، هاي شنو سمعتاني؟ سمعت رانيا تقول انه راح ادخل المخبأ السري وانطي اكل الشخص، زين معقوله من هذا الشخص؟ يا معقوله تكون امي؟ لا 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 زين شو راح اسوي هسه اني؟ بس ها اوكي بس انا جت ببالي فكره، خل انتظر رانيا تطلع وراني ادخل وارد اشوف من هذا الشخص، لازم ادخل البيت. إيه سوني طلعت وطيت اكل ومتأكدة اخي مرة حطيه اكل. إيه طبعا يبين
بعد ما تخلص من جيجي راح تخلص من عندها. يلا اوكي خسرت الباب وزدت هذا المخبئ السري مالتي. اي اوكي هسه كل شيء كمل. يلا خلاص عاد وينام يعني كلش تعبانه. يلا خلاص عاد. يا ساروني طلعت من المخبئ وسمعتها تقول انه انا اليوم راح اتخلص من جيجي وبعدين اتخلص من عده، بس ما ياني تاكدت انه هاي امي الموجوده بالمخبئ. بس ترى انا مستحيل ابقى هنا، ساروني صعدت غرفته، لازم هسه انا على السريع ادخل البيت وانقذ امي. اوكي شو اسوي هسه؟ اوكي خليني افتح الباب على السريع، اكيد ساروني نامت. خليني افتح الباب. اوكي يلا خليني ادخل، بس انا كلش خايف لاني اصلا ما عندي سلاح. شو اسوي؟ اوكي المخبئ موجود هنا يمكن. اوكي يلا خليني احاول. هسه انفتح، خلنا نفتح الباب. يلا خلنا ننزل على السريع. يلا خلنا ننزل على السريع. بس عشان ايش قاعد اشوف هنا؟ لا 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 مستحيل، هاي اكو سجن هنا. بس هو منو هنا داخل السجن؟ منو داخل السجن؟ جيجي ابني، جيجي امي. لا 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 مستحيل، ارجوك جيجي ابني. واخر انا شفتك انا تميت من قبل تجي، بس تاخرت علي كل شوي. شنو؟ لا 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 اوكي، بس هسه اني واخيرا شفتك وانا كلش فرحان. شريره اوكي، مرده متينا ابد. لا 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 هسه انا راح انقذك على السريع من هاي الشريره. اوكي راح افتح الباب. بس شنو؟ هاي الباب كلش قويه. يلا خل افتح الباب على السريع. هي سبت تحت الباب. اي كل زين. يلا نحن لازم نهرب. انت ما تعرف هاي الشريره راح تموت تقتلنا انا وياك. اه لا لا اوكي، بس يلا طلعي صوت لان اصلا هي فوق هسه صعدت نومت. اوكي راح نطلع نهرب على السريع. يلا تعالي. يلا اوكي ابني. يس احنا واخيرا طلعنا. يلا تعالي خلينا نهرب على السريع. بس معي ماما، هسه احنا لازم نروح على الشرطه ونبلغهم على المجرم على السريع. احنا لازم نبلغ عليه الشرطه حتى يقبضوا ويحبسوا بالسجن. اي طبعا، يلا تعالي على السريع. اي واخيرا هسه احنا وصلنا مركز شرطه. يلا تعالي امي. ابني شوف انا كلش تعبانه، راح اقعد هنا وانتظرك. اوكي يا ابني. اوكي لعدوك هسه راح ابلغ الشرطه حتى يروحون يعتقلون هالمجرمه. يلا خلينا نروح على السريع. يا صار دخلت للشرطه. مرحبا يا شرطي. اهلا اهلا تفضل يا شرطي، ارجوك ساعدني. هسه انا لقيت امي انه هاي بنيه مجرمه خاطفته وحبستها جوا، ارجوك ساعدنا. شنو خاطفته؟ لا 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 مستحيل، انطيني العنوان هسه راح نروح هنا. اوكي يا شرطي. يا صار وصلت البيت المجرمه. يلا خل اعتقل على السريع واوديه للسجن. يلا خل افتح الباب. يا صار دخلت البيت. بس شنو؟ هاي صحيح، هاي كلها مخبأ سري، لحد مثل ما قال جيجي ان امه كان حبسته بهذا المخبأ. بس اوكي سوى راح القاه، بس يمكن هي فوق. يلا خلص عاد على السريع واعتقله. يلا خلص عاد. بس يا وين؟ هي نايمه. يلا تعال يا مجرمه، اقعد يا مجرمه. شرطه؟ لا لا شرطه ما عندي. يلا تعالوا السجن، انت متهمه ومختطفه هاي المره ومحاوله قتل جيجي. يلا امشي السجن على السريع. لا انا بريئه. يلا امشي. لا لا مستحيل، هسوني شرطة جابوني وحبسوني هنا، هاي كلها صوتك، انت بلغتي علي. لا لا مو انا السبب، صدقني هاجي جو اللي شافك هو اللي بلغ عليك، انا ما لي دخل. شنو يعني احنا راح نبقى هنا بسجن مدى حياتنا؟ لا ايوه اخيرا هسه احنا رجعنا للبيت، ورجع البيت انه تخلصنا المجرمه. واو ابني انا كلش فرحانه. اي طبعا سببك ابني، انت ساعدتني وخلصنا من هالشريره. اي طبعا، بس انا مزيد خلص من عده، بس انت بعد ابد لا تخافين، انا بعد اصلا ما راح اعوفك، راح اظل هنا بالبيت. واو ولينا حبايب وصلنا نهايه الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، ونلتقي فيديو جديد. مع السلامه.